السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد معايا فانسكم قناه وصفات بالبديل والعلاج بالاعشاب مع نفيسه ويدخل نفيسه. اليوم وجدنا لكم شهيوه جديده سهله وسريعه، غادي نسميوها حرشه وغادي نسميوها كيكه، وكل واحد كيف غادي يسميها. من اروع والد ما يكون، مقادير سهله وبسيطه بدون تعب بدون مجهود بدون ارهاق، بدون باتور كهربائي او لا دراب كهربائي. ممكن تل دقيقه 90 وتنوضي توجديها اللحبه بالوليدات للفطور وكذلك حتى بالنسبه للغدي. نتمنى لكم فرجه ممتعه، ونتمنى انكم تبقاو متتبعات وفيه. تشوفوا معايا كيف كتجي، واخا بيني وبينكم هذه راه العشرات الليل ونتدرتها مع الريب العجيب الغريب اللي تقاسمته معكم في قناه حلويات ام عبد الفغيت. ايوا نبداو الوصفه ديالنا ونجمعوا مع بعض. بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ البيضه الاولى، غادي نديروها في شويه ديال الماء والخل ونوضعوها نمسحوها، عاد نوضعوها في واحد الاناء. فوالا كيف كتشوفوا معايا البيضه الثانيه، ثلاثه، وغادي نضيف تقريبا كاس لاروب ديال السنيده حتى الكاس ديال العنب، اي ما يعادل 125 غرام او 75 غرام على حسب نتوما والحلاوه اللي كتبغيو. انا بالنسبه لي هذه من اروع والد الوصفات اللي كانت كديرها ليا، كديرها لنا الوالده ديالنا، وكانت كتعجبني بزاف لانها اول شيء سهله اقتصاديه وكتعطيك كمية كبيرة وما فيهاش التعب والمجهود الناس اللي عياو من الكوزينة. غادي ندرب ونخلط هاد المكونات جيدا غير بالدراب اليدوي بدون ما نستعمل لا دراب كهربائي ولا فرز البيض على الصفار، ولا غير بالدراب العادي. غادي نكون ضفت كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، وهنا غادي نضيف جوج الكيسان ديال البرتقال اولا ديال الليمون. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش البرتقال ممكن انكم تعوضوه. بالنسبه للبرتقال غني بالفيتامين سي، وبزاف الناس كيستعملوه في هذه الفتره وكيقلبوا على وصفات بالبرتقال نظرا للفائده ديالو للجسم ديالنا وكذلك حتى بالنسبه لتقويه المناعه. يما الافضل انكم ديروا الليمون وكذلك ديروا حكه ديال الحامض، سينو الا ما عندكمش ديروا نص سترو ديال الحليب، اي ثلاثه ديال الكؤوس. ما عندكمش ديروا ثلاثه ديال الكؤوس ديال اللبن. اللي وجد قديو به. وغادي نضيف جوج ديال الخمارات. ما عندكمش ديروا كاس ديال الياغورت مع نص سترو ديال الماء، يعني ها هما اربعه ديال الخيارات قدامكم باش غادي تجمعوها. غادي نحاول اني نضرب هاد الجناب من هنايا نقادهم ونخلط هاد المكونات جيدا. فوالا كنحصل على واحد الخليط اللي غادي يكون مرغوي والسنيده تكون رقيقه او لا السكر الخشن. غادي نبدا نضيف السميد الناعم اولا السميده الرقيقه كيف كتشوفوا، اولا ممكن تضيفوا الفينو سبيسيال ماشي العادي الرقيق، يعني فينو اللي كيكون غليظ.
غادي نقوم بعملية خلط هاد المكونات. غادي نحاول انني نهز من تحت باش تنسجم المكونات كاملة وما تجينيش مبرقعة، دائما بطريقة دائرية. شوفوا معايا الشكل ديال الخليط كيف كيولي. Voilà. المرحله المواليه غادي ناخذ المقله الغليظه ديال الوجده، غادي ندهنها بشويه ديال الزبده. بالنسبه للناس على فكره اللي كياخذوا مقله جديده وكيبغيوها ما تلصقش ليهم، بحال انا هذه تقريبا عندي شي 12 عام، الا كنتو خديتوها جديده بغيتوها ما تلصقش ليكم، فمن الافضل انكم ملي تاخذوها دهنوها بالشحمة ديال الكلوة كاملة وتبيتوها ليلة كاملة، عاد الغد تنوضو وتغسلوها بحبيلة عادية. صدقوني غدا تولي المقلة ما تلصقش اول شيء، واخا ديرو فيها اللي درتو، وفي نفس الوقت كيف ما تنقولو كتبقى ثقيلة، كتجي فيها كيجي فيها الطياب محمر وغزال. هنا كندهنوا هاد الجناب كاملين. من بعد غادي ناخدو السميده اللي غادا تكون رقيقه، وغادا نبدا نرش بها. اي 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 فوالا، غادي نحاولوا اننا نرشوا حتى هاد الجناب باش ما تلصقش، وتكون شويه كونتيتي شويه كثيره. فوالا، من بعد يا لالا غادي ناخذ هاد الخليط اللي خليناه ارتاح على الاقل 5 ديال الدقائق. شوفوا معايا باش ملي تخوى ما تمشيش ليا السميده في قنت والسوائل في قنت. غادي تخلطيه، ومن اللي غادي تخويه غادي يجي في الخويه مقاده، وهادشي علاش بقينا حتى دهنا المقله ديالنا مع بعضياتنا عاد دزنا باش نكملو الوصفه. واحد شويه تسكات الله يرضي عليكم. شهرزاد، غادي نقادو بهاد السباتيلا كيف ما كتشوفوا، غادي نقادو بهاد السباتولا، وغادي نكونو شعلنا الفران قبل ندخلوه باش غادي يطيب. غادي نشعلو الفران لتحت هو الاول على درجه ديال الحراره 180، نخليوها مده ديال 45 دقيقه، ومن بعد
غادي نطفيو من التحت ونشعلو ليها الفوق، اولا ملي تبقى لينا 10 دقائق على ديك 45 دقيقه نشعلو الفوق والتحت، يعني ملي كتوصل تقريبا 35 كنشعلو الفوق والتحت، كنحصلو على حرشه او كريكة حرشه او كيكه او فطيره من اروع ما يكون، كيف ما كتشوفي معايا للذوق ومذاق، اضافه الى ان كما تنقولوا المقادير ديالها سهله وبسيطه. ممكن انكم تاخذوها مع العصير ديال الفخيز، عصير ديال الافوكا، او كذلك الوصفه ديال الريب اللي كنت حطيت لكم انا قدمتها مع الريب ديال المحلبات اللي حطيت في قناه حلويات ام عبد المغيث. هكا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا، ما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم تهلاو في راسكم، والى اللقاء في حلقات اخرى ان شاء الله باذن الله. ونتمنى ان الفيديو تجربوه تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب والاصحاب، وكذلك الجروبات اللي نتوما فيهم. الى اللقاء، والله يعاونكم بالصحه والراحه، ونوضوا سوسو لكز وجربوها.